خوتي السلام عليكم. كما العاده راكم عارفين، معكم اخوكم عزيز بوزي. كما كنقول لكم من ابوني شكرا ابونا مع اخوكم بوزي. لا ما تنساوش تغي ميساج كومنتار زوين رقمي، حنا ما عندناش المشكل باش تجي معنا هاد الكراسكم الفراجه. اخوكم بوزي ها هو جا. ديما كنقول لكم قبل ما نبداو حلقه اليوم، اللي مريض دعيو معاه هاد الصهر الله يجعل ربي يشافي، واللي في الحبس دعيو معاه هاد الصهر الله يجعل ربي يفرج عليه ويخفف عليه. علاش راه خوسي شنو نقول لكم، هاد الصهر هذا راه غير الله محمد رسول الله حسن عوان اللي في الحبس، وحسن عوان اللي يبرد الله يشافي. حيت انا فايت دوزت المرض في الصيف فاش كنت داير الحديد، دوزت بزاف ديال السيوفة داخل السجن، لكني الحبس إلي الله محمد رسول الله. دايما مع خوتي من الكوين دايلا ما عارفين دايما من كيخرج، خرجت بيه على سبيل الليل تسمى براءة. شو منين فين كيكون فين كيولي غادي برمج واحد السيستيم حتى كتقلب. شكون كيقلبك؟ كيقلبك عقلك، عقلك وصحابك اصدقائك السوء اللي كيخليوكش دير عقلك. واش مسكي كيخليوكش تسكن تبدل لك الحياه ديال الاجرام تبعد منه، لو كيخليوكش يلا نمشي نديرو هادي نمشي نسكر يلا واش كدا بحال جبنا بحال شي شيطان. حنا عقلنا راكم عارف بلادي كما شحال هادي شكون عندكم شحال هادي دير بحال الخشب في المجر الريح كيدينا يلا نمشي نسكر يقول لك بلادي يلا نمشي نسكر تقول له يلا فلان كيدابز مع فلان كنمشيو نحاميو معاه. اش بينا وبين هاد الشي حنا كاع اش بينا وبين هاد القرع مسطولو راسو انا باش بنادم فين كيضيع كيخرج على راسو ديالو راه ديما ينجا وديما يبعد من الكوارث ما عليناش. البارح تلاقيت واحد الدريري صاحبي كان معايا في البيت، كان مسكين 15 سنة على روح يلا خرج خرج قال لي شي 4 شهور ولا هادي يلا يلا تلاقيت وانت عجل عند فين عمي عزيز بخير لاباس عقلتيش عليا. والله ما عقلت عليك اخي كنكذب عليك قلت له ما عقلت عليك قال لي دوز معايا تصنت كارطي شفت شفت والله ما عقلت عليك قال لي فلان فلان طرس عليك سكرا دريتي ضريف ودريويش ولكن ني سالع الطاب فوقاش خرجت قال لي شي 4 شهور اخي عزيز منين قال لي مسكين براس الماء قلت له شنو كدير كدير قال لي اخي عزيز خرجت تالف ما لقيتش ما ندير ندير واحد البيعه وشريه وكاس. قلت له احسن لك احسن حاجه درتي مسكين قال لك كتفرط الفيديوهات ديالك والافلام. قلت له ملي خير قلت له ملي درتي بيعه وشريه قلت له راه مزيان كيدوز سيان. قال لي خاص شنو نقول الحبس اللي كنا كندوزو شحال هادي راه ماشي هو ديال دابا بحال ياس. قال لي الزمت قرا قرا قال لي وراك عارف قال لي كتدخل لا ماكله لا حتى شي حاجه قال لي داك الشيء إلى الله محمد رسول الله. قال لي ما نوليش نعاود نمشي للحبس. قال لي تزرفت قال لي كنا عقل الصغر وكيوقع لي فهاد الروح هادي اللي خزات كيوقع لي. قلت له شيرو صاحبو قال الروح هاد الروح لا يا السبب ديال واحد البنت اخر عارفين عقل الصغر اخر كيمشي عشيرو كيقول هذا صاحبي بحال خاي واخا نمشي مع البنت ندي معايا اخر بقى كي بحال بقى كيتصرع على كدا وهادي هاد النهار كيعرفك هو بيا عرفك كيجبد من دارو كصد ضربة طراق طراق 15 سنة مسكين دوز ديال العذاب على ياس على سبب بنت حيت كان معايا في التسعود. قال لي خاي عزيز شتي دابا قال لي خاي عطيني بلا مسقل نهش على يدي وما نمشيش للحبس. قال لي المخزن كاين قال لي بغيت كنمشي لحيط الحي. قال لي شحال ضربت الحبس اخي عزيز كيجيب لي هرب كيقول لي عطيني 100 درهم ديال الارض فرص بس كيف لا اللي كتجبد 100 درهم وكنعطيها بقيت كنساوي درهم وياه اللي كنعطيها 100 درهم. قال لي باش كنتجنب المشكل قال لي انا في اليمن بحال دابا نضربو ونمشي عليه للحبس ولكن قال لي لا خير. قال لي مابقاش الحبس كي كان. قال لي واش ملي كنا في التسعود كارتي عرب كل خير ومعنا فلان وفلان 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 بلا ما نجبد لكم السميات ديالهم. قال لي
كان الحبس داي قال لي كندير الروايد. قلت له كندير الروايد. قلت له دابا قال لي الحبس. قال لي النهار كيدوز بحال الشهر دابا خي عاز. قال لي النهار بحال الشهر. قال لي بزمرت الزمت حيش ما كاينش كذا ما كاينش قال كاينين القاره الصوبه. قال لي ماشي بحال شحال هذه ما كنطيبو الدجاج كنبغيو شي حاجه كنصوني في التليفون على والدينا كيجيبوا لنا ماكله سخونه القاره وكل شيء كاين جميع اي حاجه قلبتي عليا شحال هذه كانت. قال لي دابا خي عاز طلعني ساليت من الحبسه خي انا عارف اخي عاز انا كنتفرج الفيديوهات ديالك. قلت له انا حتى السته البلاصه قرقي. قلت له راه عاد عاد في رمضان بصح السيام على الكفاله. قال لي راني عارف اخي عاز طب السيام على الكفاله. قال لي بس كنصلي لعبد الله. قلت له مزيان هذا الرجال علاش نضرب 15 سنه نغسل له الناموس شحال زيد 13 و 6 شهور و 13 عام و 6 شهور العذاب شحال فيها من البرد شحال فيها من الصيف شحال فيها شحال والدي كيتعذبوا هادي ما كان كيجيو عند والديه بخير. المهم كيتبعوه شي بلاد ملي كيكون كيتبع والديه شويه بحال ما كيحسش بالحبس. هادشي كنقول لكم شحال هادي ما دابا خا تبعوك والديك في الحبس علاش لا كاينش ديك الشهيوات اللي كتبغي كتشوفهم غير في التلفازه مثلا غير الفريد لا بغا بنادم دابا تفرج فيه غير في شوميشه كتصوب دجاج محمر غير في شوميشه اي حاجه كيشوفها غير في التلفازه عكس شحال هذه ملي حنايا في السعود وفي الساو في فات اي حاجه كتبغيها كيصوني بنادم على والدي انا ما عارف مني ما درت لك مي كندك بك مي ني الزياره ولكن دري ولي العشرين شكون امر عمي عز شهيتي شي لعيبات وكل شي كاين وقوت الحماق شحال هادي ولا في التسعود ولا كيعيط على مو كيقول لها طيبي لي زعلوكه كيعيط لواحد العشيه كيقول له دقتي 30 حبه ديال الدواء كدقها فهمتي نور دعز ولا فاليوم كيدقها كيعطيها لهم كيخويوها وديك زعلوكه بالمعلقه كتبقى تضرب الشداد كتبلق كتسكر حماق حماق طرح ماقين هذاك السعود هذاك سيري هذاك السعود كان فيها غير مجاني غير حماق ما كريم يلعب باس اللي كيطير من هناك كيقلب من غير على الكحلة وشو مسكين هو دوز البركة ديالو كسبت عليه قال لي خي عايز كتسحبني هكا كان يخليه ياخذها يبعد غير مني اخي قال لي مني عقل الصغر وهاك نعاود لك القصة بالحبس هي انايا سيتها ولا فكرني فيها قال لي كنخليك بعد غير مني خي عز دي انا عندي ما ندير بيها قال لي انا شني شني بحثت منها قال لي انا مشيت للحبس وهي مشات تزوجات هنا ما نعرف شنو يدير خدم عقلو باش ما يطيحش في اللي طاح فيه بحال انسان ولكن اللهم لك الحمد كاع ملي كتشوف صاحبك خرج من الحبس ودار عقلو سنانو طاحو في وسط الحبس حماق بنادم اخوتي انا انا باش كنقول لكم راه اللهم لك الحمد لان ملي خرجنا سالمين غانمين بهذا الشيء بهذا الضريبه اللهم لك الحمد ونحط لي السطر بلاصه قرقيم كنكون كان معايا في السعود فاش كندخل جاهل جاهل وطري فوق التاع جاهل علاش لان ملي كيدخل اول مره على البطانه الروح شنو كيقول ما عمري نخرج كيقول يعني سمعتك بلا بوز كدير دوز هاد 15 عام كنقول له كلشي كيدوزو الله قلت له فلان ضرب 20 وخرج دابا راه في السيفي فلان وقلت له فلان ها هو معانا شحال دار هيك ضرب 20 عام هو ولا جاب بعمايل ها قال لي اخي عاد قال لي ولكن لي قلت له سمعنا نهضر معاه اي حاجه كيدوزها الله ملي كنا في التسعود كنساعد حتى هو ضريه فوق صيم ومبلي مبلي بالجوالات مبلي بالجوالات وبالبراخه بالقمر مبلي مسكون مسكون كنقول لكم المقام الجوال الدابز في النار ها الصباح خصو كاينو الناس كتشعل كار كصريخ شنو كصريخ كياكل بلا يمشي لعيبه كيشعل كار راه عاد كنقول الجوال هو لا ملي كاينو كيغسل وجهه كيبقى يلوي وجهه صح اكثر بزاف كتفرع هكا صح تفرع صح قال لي خي عاز كي قال لي باش ندوز الحبس قلت له احنا مدوزين وشو شحال دار الرجال قلت له انا كل شيء غار كل شيء قلت له يلاه انا اللي ما عنديش الحبس ولا انا وهذا كنبدلو في الهدف قلت له مالك اصاحبي دي كول بعدا وهذا هذاك السكر هذا الشيء في الحبس جبت عليا مسكين البارح قال لي قلت له طاح السنينات قلت له عرفتي باش قال لي كنضحك معاه حتى هو الطويبي قلت
تكون داك الكنايه على الخواو هذه. وقال لي برايا اخي عزيز لي اللهم لك الحمد دابا شو بنادم واخا حباس ومسمار وخرج كلشي كيعرفه قال سطر بلاص قرقيب تاع داك الدري ودحو مصور صاحبو قلت له مابقاوش ساكنين الوالدين هذا اللي خرج اللي خسر الوالدين مابقاو ساكنين تما الا بالله واحد القصر كنشوف انا بقى قلت شي ما عرفتوش بسم الله قلت شي والله ما عرفتو والله ما عرفتو قلت لي سدل عليا مسكين طاف شي شويه وطاحوا له السنان لا ماك عارفين شحال هادي ما شفناه ما تنسى بنان كتبدل بنان في الشكل ديالو خلينا بالسنينات بخير كدا صحيح وليت ضعيف طاحوا له السنان هانتو كيفاش شو الحبس كيبدل البشر كيردو لما كان بنادم بحال اللي كيقول لي ردو حيوان هذا لا خرج خرج قال لي خي عزيز خرج تالف قال لي بقينا ساكنين داك الحومه بعدا على حسب والدين داك خونا وخوته وهادي بابا ما يخرج بنادم ولا ما نعرف العلم ولا راه تولد الخليفة الدنيا ولا عقلت البشر مثلا من خاطر من خوه وغايجي يبقى يدوز من 11 نهار يسكر بنادم شي واحد في خوته تلقى شي شفره قاتله ولا شي مصيبه كيتجنب كيتجنب مشاكل قال لي خرجت تسافر فخيات شحال وانا جاهز بس شي شهر والصرف وانا جاهز ما لقيتش ما عندي غير اللي خي عازم بس بيعه وشريا دابا راني غادي بيه خي راه بوزي قال لي راني باغي نتزوج قلت له غادي مزيان غادي نرجع مزيان بيه قال لي مسكين مسال راسي شي وليد قلت له راه مازال اخاي قال لي اش كتسنى خي عازم قلت له تيسعه والله كنت كيهضر شي هضره وحشمان كنا انا وياه فهاد البلايص انا سين كتسالي شي نص ساعه هاد المكانه غادي نعاود على الحبس على قلت له ما بقى حبس دابا قلت له بنادم وكيخرج من شهرين د الحبس ولا 3 شهور كيشفر يمشي يجريس قال لي انا ما خصوش عام ولا عامين قال لي خصو 10 سنين 15 عام باش ملي يخرج يتسالاو له كيتعدى على بنات الناس على ولاد الناس على دائرات السرقه قال لي كسرس قال لي شكون اللي كيسرق خا هذا هو مسمار واحد الباس راه كيعرف قال لي كيسكر كيسرق قال لي كيسرق هاد ولاد اليوم قال لي حنا الناس ديال الثمانينات دوزنا معاهم الحبس صافا خرج في الثمانينات ديال الثمانينات قال كان معاهم الخير معاهم الخير وشي كيحشم شي قال لي ما هاد ولاد الالفاين قال لي هما اللي كيديروا الكوارث كوارث الكحله اه قال لي هذا اللي عنده 17 عام هو بعشير وكبير على هاي الدرون كيسمو غادي نيت في هذا التليفون واحد كيت في الشنطه كيهضر كيخطف له التليفون اش كيديروا داكشي داكشي اش كيديروا بيه انا باهي السيرفيس كيمشيو كياكلوا الدواء ديو معاهم البنات تمشي للقهوه الشيشه هذا الشيء ما كيدير فهمتوا كيفاش حنا شحال اللي كنا كنديروا مشاكل كنا خا كنباتوا كنشربوا في الدروبه شمسي ديما فركسين ديما بلا لابس بوسيني جديده ب 30000 ولا ب 20000 ولا 24 المهم كتلقى لابس بنادم 60000 لابس برجليه على راسو 60000 هادو دابا اللي كنسرقو دابا شنو يعني قلت له بنادم الصنداله الصباح شفتي كيف شورت صافي طما اوكي دور بدا يطلع الفاشن راه هكا تقول انت هذا بواه بعد شنو بيلوت ديال الطياره ولا كيسوق الرموكات ولا واش اللي كتلقى مسكين كيف على الكراسه ولا يلا ماشي الحماق دابا ما يمشيش بلا ما يعاون با يخدم على با يعاون والديه يخدم يصلى في والديه بلا لا شو حنا فوقاش عقلنا ما كلقينا بحال هاد الكجام اللي كنقول لكم انا دابا قالوا عليه شحال هادي في وسط الحبس علاش ما خليت فين ضربت انا وسط في البي بي دوز في التوبه دوز فيها كامله ضربت كارتي عرب ديز من الواحد جوج ثلاثة أربعة الخمسة السبعة الثمانية تسعة وغير عشرة ما ضربتش فيها عشرة كانوا فيها الشيابن كان فيها مرحوم الله يرحمه ويسع عليه بوا المقلس كان هو الأباطاي بوا المقلس الله يرحمه ويسع عليه بوا المقلس الله يعم راسلا شي هو بزاف د الرجال دوزنا معاهم حيت الحبس ديال شحال هادي كنا كنضربو ونفي الخصمان في الرجولة خا مثلا انا في التسعود انا مع الدريبلي في التسعود خا اكس بين اكس كيجي عندك ولكني كنعرف ندريبلي
كنعرف نرابوها باش نخدم عقلي عقل كنخدمو اش كنبقى غير غادي نسيس تجلس ملي كتدخل الشامبر كتلقى كتعيط شنو كاين في البيت هذا المجمع كيقمر انا المجمع كيقمر انا كتشوف كيعرفك بلي هذا خصام دحوم تاكل شي صاحبك براي خي فين باز يا زيد كيقول لي ها كنقول لك كيقول لي زيد كاع مني غادي كتدي بويكيات كتحفهم له كيولي هو كيقسمهم معاك كتبرتي في كرز الكارو كرز الماركيز ها قدام تجيب جوج مستويات النيبرة جيب ربيع الحشيش كتنوض تحفر كتبوخ كتكريدي هذا فهمتي وكتجمع تسحب تخبع مثلا انا شحال في الحبس انا اصلا ما عمري كميت في السيفي اللي في الحبس الحشيش والكارو كيدلل الراجل في الحبس قدم بنادم شحال واحد كيحيد التيشورت ديالو دور يجي كيحيدو مشاري لوالديه 300 درهم ولا 400 درهم تحاكي ليبيا جوج باكي ديال ماركيز باش يشري طرف الحشيش ويشري وريقه النيبرو يدوز النهار يا ولا غدا كنقول له شنو غتبيع غير شنو غيبقى يبيع حوايج اش كيقول لي كريدي فهمتي كيقول لي كيجي خاي عازي شي بوكي نقول له عارف كريدي هنايا في الحبس باكيه بجوج صافي بلا ود الخير نقول له باكيه بجوج باش بلا ما نهضرو بلا ما نمرضو ولا حتى شي حاجه فوقاش كتخرج الزياره مثلا كيقول لي ثلاث كنقول له ثلاث بلا ما نهضر معاك تدخل من الزياره رزقي يقول لي صافي اخي عايز انا راه معايا في البيت عارف ملي كتجي وقت الزياره راه كنشوف واش خرج الزياره ملي ما كنخرجش الزياره بثلاث ما كنهضرش معاه حتى السيمانه الجايه ملي كيقول لي خرج الزياره عاد كنقول له زيد لعندي اخي كيلقى لي باب الزياره واقف ساهي انا كنتسناه ساحة لغة كنخرج فينا فلان اللعيبات كيعطيك وكيد ديالك وكيد المصروف كيدخل الفلوس كيعطيك فلوس المهم اي حاجه كتعرف دريبلي مع الحباسه ديال اليوم شكون غيكريديك شكون غيعطيك وكيف غيدير يعتقك من هذا وطوبة السكر في هذا الوقت مابقاش كيعطي واحد البهجه قربي لا طوبة السكر مكيعطيهاش لبني ادم في هاد السيام التالية اللي دوز ما هو الصعيبة مابقى عندو السكر عندو كيقول لهم مشي طويبة السكر كيقول لهم ما عنديش ولا قول لهم امك تجيب لك ولا لا انا كنت شحال ندير لا كتعامل مع هذا مع هذا مع الدريبلين كاملين علاش حيت الحبس دوزنا حنا كانت فيه معاملة كانت فيه حصيل الرجال خان كريدي هذا ولا هذا ولا هذا حتى انا راه ميود السيرفيس اللي كيخرج الزيارة راه غادي يجي يعطيك رزق ما خرجش حتى السيمانة الجاية سالت لي موراها ما تنقش عليا حيت انا مبوقا كان بيا وريقة النيبر وكان بيا جويناس كنقمر كنحفر كنمشي كنلاقي هذا مع هذا باغي باغي هاد التجارة 50 غرام ولا 20 سنت كندبر في 100 درهم ولا 4 البويكيات المهم كنعرف كندير ندوز المونتيف ديالي كنعوج على امي تجي لعندي ولا على با ولا على خوتي ولا داكشي داكشي كننسى فاش كنصبيرات هي كنتكتف كننسى بان شنو هي الزياره كننسى راه امي ولا با غيجي عندي ولا خوتي النمره ديالهم في دماغي عقل عليها ملي كنتوحشهم بغيت نهضر كنقول لك بنادم شي مكالمه خاي انا عمي عزاك هذا السطيره فوق الطواليت كانت سطيره كبيره وكتسكر الرؤيه وسمايا كندوز النميره ديال الامي ما كيدير الوالده بخير لاباس كل حداك خوت كندوز حتى مع خوتي كاملين الوالد كلا شتي كنقول لكم شحال هذا تاع الله ها كنقول لك مغطي راني مغطي عندي الكوش عندي الحوايج عندي كلشي كنقول لك ما خصني حتى شي حاجه علاش الوالد كيقول لك كيقول لك مثلا في البرد كيقول لك واش مغطي عندك بلايات انا نقول لك عندي كلشي غير ما تجي ما حتى شي حاجه حيت مو طالي معذبين وجاي حنا كندير الكارثه برا شي صرق عباد الله ونضرب هذا وضربني هذا ودابز فهمتوا كيفاش ونتسنى انا مي تتم جايه لعندي علاش شنو مخلي لها انا برا خليت لها داك المونتيف خليت لها العذاب خليت لها الكحله خليت لها ضرب الناس ولد فلان ضرب فلان ولد فلان صرق فلان ولد فلان فهمتوا كيف راكم عارفين العيالات باش كيدوزو كيمشيو
السويقه هادشي اش كيدوز وقتهم غير فلان وفلان وفلان وفلان. انا داك اللعبه ما كنخليهاش قعدت مع الدبا هو كيقيل كيسكن في الدروبه ومطالع عنده سبعه وحتى هي بالصراحه حتى هي كدا حتى والدي مصرين لا داك الشيء خالي انا كنقاد براسي حمو قدبها مو ما درت المونتيف ودخلت الحبس كنعرف فرنسي راني خصني ندوز حبسي نقد به داك المونتيف خصني نقد بالمونتيف دريبلي بانت الكزيدي مع شي واحد بان نمرو مثلا مزايد ولا هذا كتشري بحال 10 15 كنحيدو من تقردين الحبس النيبرو مسطور النيبرو شحال فيه 75 شحال كدير كنولي نتفى انا 6 الورقات كنخليها 69 ونلوي عليهم ميكا وحرم حركي وليك دايره كبحال الحجاب عاوتاني كتجمع ديك الوريقات كتبيع 300 ولا هادي تعامل مع اللي ما عندوش خليهم حتى كيغلى ملي كيغلى عندك مثلا 400 ولا 500 كنولي داير 70 درهم 70 درهم ملي عاوتاني كطع بعد خطره السبت والحد كتفقد كنوصل حتى ل 15 حتى 3000 نيبرو برا في السيف اللي كيدير 60 ريال وسط الحبس 3000 3000 ريال بعد 69 ورقه 3000 باش كي يكمي بيا من هذا واش يكمي بيا في النيكلاج ولا انا من بلي من بلي شكون اللي يكمي في النيكلاج كنقولو غير ديك حلالات شكون هما الحلالات اللي كينعسو في لاكار اللي كينعسو في لاكار ولا كيكمي في النيكلاج دابا جوج ولا عشرة كيشريو طرف الحشيش باكي هاد ماركت انا عطي فيها جوج جوانات غير هما كيبقاو ايبسي 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 ويبرو في الميكلاج وهادي جوج شقات وتسكير وبرا كتلقاه موض فضيحة كعزيز لا كعزيز كلشي كيعرفو طريقة ديال تدواز الحبس ديالي انا بعدا هو العقل هنا فين كيخدم العقل في وسط الكراج وسط الغابة مش حنا تنخرجو من الغابة عندنا مفرعنا ولا لا قلب الغابة تفرعنا حيت الغابة راه فيها بزاف الأنواع الحيوان هي بزاف فيها الحنوش راه قارب الدياب السبوعة النمورة القروطة الضبوعة بزاف فيها فهمتو كيف تعرف كدير تراوغ ما يلعبكش بلا الدم ملي كيشوفك بنادم بزاف كاين معاه النماذج يشوف فلان غاس بليصك وبيخير وراكش هذا كيقولوا كيما كيقولوا باللغه ديال الحباسه لعبه فهمتي كيف لعبه تبوق على راسك وميسه ونخرج بها شاف شامبريس انا في الصباح ونخرج نتسارى ونمشي لعند الحي يجي مكركر الحي يجي الحي يجي ندخل الكارتي في راسي طلع التوبه وغادي كنكرر شو كنصرخ غادي كنكرر كنبوق انا بعد الربعه بينا كنا اربعه الخصمان اربعه فيه كنا كنقمروا في المصحه ما صحابنا كندخلو غير ربعه بينا ربعه بينا في الخصمان بارك الله الله يرحمه ويوسع عليه انا درت قلت انا رضوان الجغول عبد الله العوفير دخلوا كنعطيو الموظف اش كنقول لكم شحال كنعطيو الموظف 1000 ريال كيطرق علينا ما صحا داخل كيخلي حتى واحد يزيد اللي غير تقيد الدواء اللي كيزيدوا لنا حنا كاين البليصه كنزيدوا البليصه وكنبقى على المراخ فلوس كير الرز نقول لك الفلوس كاين الروس وسط الحبس ما يقدرش بنادم يدير هكا ما عرفش بنادم يدير هكا هادشي شحال هادي بنادم فيه تفرعين غير برا في السيفين كيبيت حومة فايقة كنوض فضيحة يشير على هذا يضرب هذا يسرق هذا يدير هذا ملي كيدخل للحبس كتلقى داير قطيون يدير بحال القرد وداك الشي خليه برا مالنا حنا كنوضو الفضيحة ملي كندخلو للحبس عاوتاني الفضيحة فين ما مشينا علاش خصك تصرا هو احنا يا غير برا السيفين ديال الكارثة ملي ندخل للكراج نديرو هكا بحال القرد ملي نصبنا ونديرو بنادم ياه قالها لي لا انا شربت هذاك بنادم الدري اللي تلاقيت وفكرنا في شي حوايج كنت ناسيهم يا اخي عزيز الحبس دوزو ولاد 80 مشي هما هاد ولاد الالفين هاد ولاد الالفين قال لي كي كيدخل قال لي راه تسالا عيقاد ودخل مزال عيقاد وش قال لي يسالي معاهم قال لي كيدخل درت كيف يا دي درتي 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 خلي غير شويه من داكشي مشيت للقهوه عندها صاحبتي صاحبتي تليفون هذا
كيف داك اللي كنا تلديت زي كخبعتي غير شويه تجي ليهم في الحبس ما تقمقم ما تسكيف ماشي حتى كيدخل كنت او كنت اشي اضرب سفليان وفليان وفليان وصرت سفليان وصرت اش عن الضواعي 15 ضحي كي براك عليها بنان سيركي قلت شاك وين راح عندك 15 ضحية تالي تسويتي سرقت سيها انا ما كناش كنقول لهم شي قارة واحد دردك بي كان دكو ما كان كمي جاي فكر شي وانا ايتي فرنسي حيت هنا دوزنا الحبس مع الرجال كنا بحال دابا انا في البيت لعبة في البيت كيدخلوا ولاد الحساب جمع ولاد الحساب هما الدريوليين اللي ضاربين الحبس كي كيت المداخلة على البوي باغا تعيط لها فينا في العام بخير لاباس طلعت تجلس هنا جبت البوكا ديال الكارو كتلوح حالو طريق الحشيش وريقة النيدرو كتكيكا عيبة سمية ماما كتقول قصي بعد هي الاولى راه كيقول له قصي فيه الجا كياك ما فيهش الجا كيقعد كيبر كيتكيف مع راسو كيبقى كيفكر غير فيك شنو كيقول ان شاء الله الرجوله كي دايره شو هذاك باش حنا ملي كنخرجوا من الحبس من المونتيف حنا عارفين راسنا غنوليو وكنوليو كنديرو المونتيف وكندخلو بواجد على داك الفلا اللي تعاملنا معاه كتلقاه في البيت بوقه ولعبات ها هو نفس الديكور نفس الفيلم كتدخل هذا انا عارف اني ما كنكذبش كي كندخل فين عمي عاز بخير لاباس دخل حويجات بعدا كتدخل كدوش كتبدل جلس كتقمقم طلع على البلايصه كتجلس كتغمر تجبد تولي تنعس معاه تما في البلايصه تجرى معاه حيت نتا خيرك سابق فيه حيت نتا معامل معاه درتي معاه فوق مزيان مونتيف لا قبل من واش دخل عليك شي الرجوله كي لابسه كنقولكم الحبس اللي دوزنا حنا راه ما يدوزوش دابا هادو ولاد اليوم مثل 2000 راه ما يدوزوش الحبس وهذا اصلا اشي حبس اشي حبس واش الحبس اللي تحط فيه الكارو ديالك فوق الرولو وتخرج للكور دور ربع ساعه وتجي تلقى الكارو ديالك اشي حبس حبس اللي تسب فيه بنادم وشهاد عليك ثلاثة ولا أربعة يخرجوا كاتب قتل هاد الكلاب ويفك تيوك ماشي الحبس شحال كي كيدخل من هاد البوجادي الصبر ديالي بحال هكا كيقولوا شاف شاف دير تعامل معاك ديك المرة ديال خا بون ندير معاك مزيان نجاري كان شي خصيم كيقول له هيا شي واحد كيحسب عليها قبل هذا كيقول له لا سير اخويا سمح لنا جلس هذا خوت كيجلس فراقها ما صافي الليل زقعت ناس زقعت الوراد نخليه هو التالي كيجيبو هذا الطوالت كينعسها وسد السبرديله الصباح كانت ما كيلقاهاش فينا هي كي دارت مشات واش عندها الرجلين خرجت هي كتزيد وحده كلف جوج ديال الرواق لا كيسرقوها كيبدا مثلا في التسعود قريت الثمانيه كيبدا له غير مسترجم بالليل كيبدا له الصباح خور لافا يا خلص لافا شنو كاين تما داوي السبرديله شكون ما نعرف فوق اش باللي كاين شي اول ما كيقول للموظف صح راه واحد يوم ما كنسايا حدا ما كتسبر ديالك بقيتي ما غير انت ها فين مشى للزبل ها هو تقول ما عنده ما يدير كيولي كيبقى داك البيت عايش مدلول هاد شوف شامبر كيكورد عليه الرواقله تكيفو مثلا بعد هادي ما يجلسش على شي واحد في الرولو كيبقى كاس في لادار هكا بحال القرد الا دار مع شي واحد مزيان كيعطيه شي صنع ديال هاد الميكا كيقول لها كلبسها باش تبقى تدور بالحفا شفتو كيكون بازل بالسيف كيولي في الحبس بحال حل يتسنى تيجي عند والديه يجيبو له حويجات هادي وبرا كيكون كيتهز مع عمو ولا با ولا كيقول الله يعطينا ما ندير وندير كيتمخز غير الصلي ديال الناس قالوا لي الصبر ديال كيقول الدواء شكون يدار ما نعرف هي هو برا كطير وهنا يا الله واش حرام خصنا نقول لكم بعد بعض شي مره كتبغي شحال هذاك الشيء اللي كنعاود لكم راه شحال هادي يا 2006 2007 2008 اش نسيت كنبغي السلوكه يخرج برا كيطير من هنا اول ما كتهضر معاه كيقول لك الصدى واحد ديال شات الصدى واحد ديال الضرب والجرح والسرقه انا وفلان 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 وكيدير الصبر ديال شكل اللي كيدور في الكور هذا الحمق من البيت للكور سمتو كيفاش ولو حتى بيتك صبا ورجع للور ما كاينش اللي غيتعامل معاك علاش انت في الاول
دخلتي دخلتي بحال شي مريقل بحال شي عايق طب سمع كطير ملي قال لك ديك البريده يا خبا نعطيك شي سنه ديال نفس راه ولا هادي انا بيك وتجارة مع بالله مشكل عادي يا خويا شي خساره في الرجل لا نقول له هكا العشي شنو يدير هو ديك شي سنه ديال عرفتي ديك السنه دور يجي اكل بسادي بكيت تلقارو شي جوج ديال الرجال تجارة معاهم وانت صافي خير تبغى شي لعيبه يعاملك بيها تبغي شي حاجه يعاملوك الرجال ورقة النيبرا شي جوانت كدا هو كيدير فيك كيعرفك كشاف شامبر كيعرفك خصام شكون اللي كانوا كيوقفوا شحال هادي شي فاش الشمعبر غير الرواقله غير الحباس راه مصام ما كنت ضارب وضارب 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 الكراج بزاف ما توقف علاش كتعرف سربس البيت مثلا عندك 100 ولا 120 ولا 110 كتكون عارف السميات ديالهم كتكون عارف كنت على المحكمة كتعرف شكون اللي خرج الزيارة كتعرف أي حاجة كتعرفها كتعبر دابا هكا كيناس من جوج شبورة دابا هكا جوج شبورة وربعة البلاصة بنادم كانت شحال هادي جوج وربعة ولا جوج وثمانية كدا هكا فين كيناس بنادم شحال وكان دابا شي وحدين داك اللي كيكونوا مطاولين جوج شبورة ما كاملينش كيعبروا غير هكا وهاد الصور صغيرة تلقى الشقا برك كيرقد بالعاد الرواق ديال الابطال كثير ما نقول لكم راه قنص كبير نعسو فيه ثلاثة ولا جوج هذا راس الحيط عاوتاني كبير هجمت بلايص كبار هادو غير قطيوني علاش ما تعطيهش صبر ليلة وتنعس معايا بعض الله واش البيت انت كتشوف فيه البشر كيغلي 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 البشر هادي شي مشكل هانية الناس راه شريت البلاصة بعشرين ألف وبثلاثين ألف باش متنعش في الوسخ شنو هو الوسخ هو لا كار ناس على جنبك نتا ناس على جنبك هكا فهمتي طالق رجليك هكا ناعس الاخر كيجي عاوتاني كيدير راسو حدا رجليك وتلقى لك رجليه حدا وجهك وهي غادية حاس سردي مستفين هذاك الناس لا كار هو تما كينعسو فيه غير حلالات غير محل حليل كاين اللي مسامر كينعسوهم تما علاش كيكون مثلا شكام في السيفيل شكام شكام مكانش كيعيش في الحبس شكام في السيفيل كيدخل كيكوردو عليه كي كيدخل بعدا قتلة دلاصة كيدغوخوه تلقى جوج ولا ثلاثة مسيفطهم للحبس طراق كيوصل طراق طراق العادة العادة واش وطافا براسو معرفكش عارفينك شكام عارفينك رخيص كيعيش من الدلول فهاديك بنادم يقول لك كونتو 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 هاني كنعرف اي واحد على هادشي من نهار ديس كنضرب الحبس اي واحد كنعرفو كي كان عايش وكيفاش هنقول لك فلان كان بطال نقول لك فلان شحال واحد عاودت لكم عليه اللي قلت لكم فري بطولة رجولة قالت الخير خير ياسر نقول لكم بنادم اول مرة دخل على بطالة كان في بيبي زاد شوية ولا كيدخل 4 كيلو الحشيش 5 كيلو الحشيش في النهار كيدخل يعني. خلوا له الكرافة المصامر صار من المسمار في البلاد وش در كنقول خلا 20 بونقشة كيبيعو المساجن حيت شحال هادي كان كلشي خصو نضا دفافش نتو كيفاش دفافشني هو دفافش اختي بحال خطيب الشواء تا هكا ملوي عليه بزاف ديال الشطايط واش كيدق فين كبر وكيمطيه كيمطيه باش يلبرك على بنادم الله يعاون با مشى الزبل حيت الا ضربهم ضربه خفيفه بقى الى عداوه غير فيكتي واخي برك عليها بطراف تاكي صمدو فين باش جاي باش داير شوف الحبس اللي كان شحال هادي ودابا هي كيسب بنادم كيسب شي واحد شنو كيشهد عليه 4 في البيت ولا 5 قعد الموظف كيخرج كيعطي وقت لهاد الكلاب بعدا اول ما كيخرج صام صافي كنقول لكم دابا اول ما كيخرجوا كيدير خرجوا كيكون سيرة السقال كيتسمعين كيقول له دور وجهك للحيط كيدور وجهو للحيط وكيبقى تسعود الصباح هو مدور وجهو للحيط تسلسة العشية وكيشوف غير في الحيط واقف والشمس قاتله وكيزيد كيقول قتلة العصا وكيتفيكسا من البيت شحال هادي اللي كنا حنا في عين قادوس كان بنادم
كيضرب بنادم كيكتب له شنو هي كيكتب له كيخسرها كيضرب ضربه كراف كيعطي طراق ليديه كيقدم مع بالاحمر كيتيري اخر كيخرجوا للطبيب سيفي اخر كيغرزوا له الشمس الا كان ولد الحساب بسماره تكون مصامه كيكتب لبنادم كيعطي طراق كيدخلوا كاين اخر كيخرجوا للطبيب سيفي كيغرزوا له الاخر كيغرزوا له في المصحه فاهم قادوس كيديروا البوست تصميم شويه ياكلش العصا تحبهم شويه دكدكوها بالعصا كيوليو يدخلوا للبيت كيبقى على فلان مع فلان الا كان هذاك اللي ضرب يدي وضرب الاخر وقلب الادو ولا حساب كيمشي عند شاف شامبر كيقول لك يوقع له كيقول له هذاك راه تصار عليه بسال عليه ولا هادي ولا هادي ولا دار له شي حاجه ولا سرقه ولا هادي مزال كيفاش كيسولو صافي شنو عمرو ولا لا لا كيجي الاخر عاصني الطبيب شنو كيدير حتى الدري ولي بكي هاد الكار وطريف هاد الحشيش وراه مكدا والساعات ولا هادي الاخر داو الكاشه ضربهم ولا كيديو الكاشه شنو هو الكاشه هو سيلول كيكون فيه بوحدو ما فيه لا تلفازة ما فيه لا معلقة ما فيه لا كاس ما فيه والو فيه تشوبينة كتديها معاك كيعطيوها لك جيبها لك صاحبك وسكر الصوبة ولا كيجيو الرجال ولاد البلاد دور مع الموظف دخلك ماكلة هذا دخلك ما كيخرجش للزيارة تيسالي العقوبة ديالك حيت كتسني مع هاد المدير هاد الورقة لأن راه في حبس انفرادي بوحدك نعم وكيل الملك كيجيو لك صحابك ماكلة وكارة وهاديك هذا الموظف الموظف كي كيفتح لك كي حيت كيكونو كيلحفو لك عارف كود الحساب تاع نتايا ملي كيخرج ضرب داك العقوبة ديالك ملي كيخرجو مكيردوش لداك الكارطي شنو متوقعش الروينة الاخر مخسر الاخر كدا بزاف د الحوايج كيديوه الكارطي واحد اخر وكيولي هاداك لي مضروب كيقولو له كيقولو له شاف كارطي كيقولو له ما يخرجش وهذاك اللي ضارب كيقول له شاف كارتي الاخر كيقول له ما يخليهش يخرج على القريه حيت لا خرج حيت تلاقى ولا تلاقى نوض قنبول هذا يضرب هذا الاخر يضرب هذا راه الطبيعه في وسط الحبس شو الحبس اللي دوزنا حنا كدايا مثلا كنقول لكم درت التسعود كنت فيها كنت فيها ديال بحال الجن بحال الجن اخويا ما قلتيش جن مسمار ما تعيشش فيها 130 130 دايره حسيت طويل اكبر بيت كاين في الحبس شفت انايا وهاد التسعود ديال كارتيارا سعود كارتيارا الا ما كنتيش صنديد دوش فيها حبس ما كنتيش مريقل شحال واحد كيفيكتيوه كيقولوا له سير التسعود ما كيبغيهش كيقول له عندي العداوه وشي واحد قبل ما يدخل للكارطي عاوتاني شنو كيتفاهموا شي شيء ما يمني الى هذوك كل العداوه قالوا عندي مع العداوه راه ضاربني ولا ضارب في السيفي ولا وقع لنا مع شي مشكل بصح باش قال له سير دخل الكارطه قالوا راه عندي العداوه مع من مع فلان مثلا معايا ولا مع هذا ولا كعيط طبعا ما يطول يعني راك معاه بوز شنو خاك نسوي هذا في السيفي قالوا احنا دابزنا ضربنا وضربتو ورحنا تصالحنا في السيفي اللعبه ديال قصر الله احنا تصالحنا في السيفي صافي سير شي حالات سيفطوا التوبه من الحي الجديد علاش كارطيارة راه صعيب باش يدوز فيه بنادم خصك تكون كطير كتلصق بحال رتيلة في الحيط خليني بلا ما يقول لك لا واه كنت وكنت وكنت ما كان ما والو اللي كاين هو هذا الواقع اجي تسمي لك شي رجال دوزنا معاهم كيفرفروا كيطيروا مسامر اللي مات مسكين مات الله يرحمه ويسع عليه واللي دبر الله يسهل عليه دبر وسلم للحبس ولا الصالة العبادة دار عقله بخير علاش داك هاديك الطريق مخرجهاش فوقاش بزاف ماشي انا اللي سالم للحبس فوقاش سالم مني شد عين قادوس حيت عين قادوس كان فيها الخير كنصورو منو الفلوس الناس دارت منو الخير اوكي اللي كان مازال في الحبس طلعوه البول كايز الزلاليك ملي كان تفتح صباح النور طلع البول كايز من تما ملي خرج سلام من الحبس قال لهم هذا مشى الحبس تبع هذا بنادم فقالت لك 22 في السيلون
هذه كنا 120 130 والحبس غبرها، هذا يزغبرها الحبس، هذا كيقمر مجمع كيقمر هنا، هذا كيضرب الجوانات هنا، هذا كيوشم هنا، هذا كيضرب راسو هنا، هذا كيعيط بالعادة وهنا، هذا كيضرب التليفون هنا، هذا طرق الموسيقى كلها وشني داير. الحبس غادي يغبرها، دابا الحبس كيدوش، كيدير يدوز دابا الحبس، دوز ربع ساعة، خرج ربع ساعة في الصباح للكور، ربع ساعة في العشية، 23 ساعة ونص، وانت في السيلول، التلفازة كتشعل، الساعة 12 للوحدة، بالليل كتفيقك مع 12، شحال هاديك أنا 4 تلافز 5، 4 5 تلافز، في الشامبري. ولي طرق الدياسك، ولي طرق الحنود، ولي طرق أفلام، كل شيء طرق، ولي كيهضر في التليفون، والحبس داير الروايد، تعرفو كيفاش داير الروايد الحبس، شكل روسا ودافعة ويا غادية، يا الله، شي حماق، وهذا واش أنا كنقول لبنادم، الناس اللي ضربت الحبس، ولات 80 ناس وضربو داك الحبس، سبحان الله ولات 2000. غير شدو عين قادوس قلت سالكم يسرق العين قادوس سالا الحبس شي انا سالت سالو بزاف ديال الرجال سالو بزاف ديال الرجال كاين اللي كتابس عليه مسكين وكاين اللي هنا بحالنا حنا كنا كنسرقوه ديال المشاكي سرق هذا سرق انا هذا هذه زبانيه من هنا هذه زبانيه من هنا والروينه نايضه الفضيحه كان الخير شحال هذه دابا راه ما بقاش بقى لا خير لا والو بيحسن احنا في السيفي دابا عرقاني فازكي يحسن عوانه وما مساكن ها يحسن عوانه يحسن عوانه بنادم دابا مطرقين عليه راكلين عليه مسكين دابا فهاد الصاد فهاد الحراره وعاد الا كان بنادم عيان مريض يا الله شي حماق كتقول لبنادم هذا الشيء بحال بحال هكا حنا كنعاودوا لهم القصص باش يتسنط بنادم ويفهم ويعرف شنو كاين يقول شوف دابا خرج شنو عانى شنو دار شنو بزاف شي انا كنعاود لكم هذا الشيء باش ديروا بحال اللي كنا كنديروا حنا حنا لا حنا ما لقيناش اللي ينهينا ما لقيناش اللي يقول نقول لك اجي ابوز حتى والديك بيخي خوتك بيخي خدامين على راسهم هادي هادي بعد الناس الصريخه بعد بعد الدبات بعد ما الشرب بعد الناس مخالطه مع بنادم كنلقاش قلت لكم كنلقى غير ملي كتخرج من الحبس كنلقى فين عشيري انا عمي عزبي فلان مازال تسعود فلان في السماع فلان راه لا شفت تجلس معانا كاصدق غادي جالس كاصدق خرج شي خاص دير عقلي كاصدق خاص تقع على الكاس معاهم بحال هاد المنسق تقع على الكاس طراف 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 نهار الاول نهار التالي نهار التالت كتبقى على الباردة 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 في التالي كت كطيح في السخونة السخونة شنو هو هو الكراج شي منسيف ما دايروش ولا شي مناسيف دايرهم كتعرك وكتمشي للغمغان كتمشي الغوال هو الغوال هو الحبس غمغام هو الحبس كراج هو الحبس محطوط بحال محطوط في شي كراج عرفتي شي شي بياسة في شي كراج هادي غتبقى عام تما غتبقى عام في داك الكراج هو السجن هادا هو السجن علاش هما كاتبين باب الحبس داخل مفقود والخارج مولود اللي كتسم داخل راك مفقود اللي كتسم خارج الحرية هذه عاد زاديتي حنا ما كناش كنعرفوا داك الشيء ما كناش كتصوخش كتقول راه خاي مشينا هانية مشيو لهاد الحبس دابا شنو واش الحبس كيخلعو لا كيخلع علاش بنادم كيضيع نصف حياته في الحبس كيضيع بنادم كيضيع والديه معاه كيضيع العادات كيتعذب بزاف بزاف العائلات كيتعذبوا الناس انا الحامر شنو كنقول لكم هاد الشيء خصنا نفهم ويعرف شنو كان اما غيقبض انا كنت وكنت ودرت ودرت الشراء خوتي انا كنهضر معاكم فهم بنادم ويعرف الحبس راه ما صالحش الحبس راه كيضيع بنادم الحياه ديالو الحبس راه كيضيع بنادم مستقبلو راه الا ما عقش بنادم فهاد الوقت هذا اللي حنا كنبينو لكم هاد الشيء ما عمرو يعيق انا كنقولها لكم يفهم بنادم ويعرف شنو اللي خصو يدير هذا ميساج مع عند خوكم بوزي لهاد ولاد الالفايه شي فهم بنادم ويعرف ما حنا دوزنا الحبس الرجال دوزنا معاهم الحبس كاين مسكين مازال ما خرج كاين اللي خرج ومات كاين اللي دبار كاين اللي خرج وحماق كل واحد شنو وقع له
هكا خص بنادم يفهم ويتصمت على هاد الموتيف ديال اللوز اللي قلت لكم كملتو على خير وبخير. علاش؟ باش انا كندوز حبسي على خير وبخير. سمسمير الكارطة نيبرو جوينات تبوقير الحفير باش ندخل انا قادر هكا كنتسنى مي تاتجي امي ما كاتجيش ني الزياره ني الطياره قال عاد سعر واحد اخر اش لعندك شي حليب ولا عندك شي طبيبه السكر ولا عندك شي هادي ولا عندك ها ملي كيخرج منهم كيفرع كيخرج جريسي هذا وجريسي هذا ونور فضيحه وعاوزني نفس الضيق في وسط الحبس ما كيجيش من عند والديه ويسعى الكار ويسعى الجوانات يسعى كويشه يسعى هادي يسعى هادي وكيدير دوز الحبس كنت قبل كله زربه شنو كنعاود لكم شحال هذا دابا الحبس دابا شوف فيه الماء سخون دابا ما كيدوش في دارهم بالماء سخون دابا فيه الماء سخون في اي حاجه شفتو كيفاش واخا مزموط كاع 20 22 في البيت 8 ديال البلايص صباح يكونوا ناس في لاكار مزرع بحال السمك بحال السردين نقص ما يعرفش شنو يدير انا كنقول لكم اخوتي واللي ما مابونيش مع اخوكم بوزي يدخل يتابونا ما تنساش تغيميسات غمسو غمسو وما انت الزوال القبيح ماش المشكل تجي ماما هاد راسكم من الفراجة هاكم بوزي وابشا قبل ما نختم ديما كنقول لكم اللي مريض دعيو معاه الله يشافيه واللي في الحبس دعيو معاه الله يفاجئني يا اخوتي فهاد الصاد هذا عدوك تبغيلو لا حبس وعدوك متبغيلوش المرض فهاد الصاد هذا تحياتي لكم تحياتي للمغاربة كاملين داخل الوطن أو خارج الوطن ديما كنقول لكم عاش الملك الله ينصر سيدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حمد الركبي كندب وما كنكمل